بنبيع سمك 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 سمك. عم بتبيع سمك اليوم؟ أي رسالة بتوصلها لأبو ناصر الحين إذا عم بيسمعك؟ أنا ما أخذت بخاطري صراحة. يعني عم بتقول أبو ناصر ما بده، وإذا ما أعطاك دعم؟ لا حديني دعم غصب، دعمني غصب. أنا بعد في أسرار؟ لسه ما طلعت شيء. المدرب الأقوى خليل الزياني أو ناصر الجوهر؟ يا ساتر. أفضل نادي سعودي عبر التاريخ؟ لازم يكون لاعب خبيث، لازم يكون عنده لما يجي يشترك مع أحد يديه. لكن فهد بن نافل كان قراره خاطئ. خاطئ 100%. طيب أنت أنصفت بنادي الشباب؟ لا. طيب بالمنتخب أنصفت؟ قديش طلعت سروات من عالم الرياضة وأنت في عالم الرياضة؟ والله والله ملايين صراحة. رح تكشف اسمه اليوم؟ لا لا. ليش؟ عيب عيب بتحب؟ ليش دمعت؟ بحب. ارتحت أنت. اليوم ممكن البلطان يرجع رئيس النادي؟ لا إله إلا الله. مين دفع الكفالة؟ أي كفالة؟ لا 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 تتهرب من السجن. قالوا السكير في قبضة رجال الأمن، عوقبت يعني؟ إيه عوقبت. هذا سر أول مرة بتكشفه؟ إيه. عاشق للنساء؟ اللي ما يحب النساء ما يفهم. أنا يعني أحب الحاجة الطويلة، ويجي المربوعة مثلا المبروم كله بيمشي يعني.